بين حواري السليمانية القديمة يصدح صوت بلبل كردستان حسن زيرك. يستوقفنا الصوت فندخل المكان وكأنه أحد الإهرامات في مصر، لكن الفرق هنا أن التاريخ كتب بالصور. آلاف الصور المعلقة على الجدران تحكي قصة مدينة السليمانية بشخصياتها وأماكنها وعاداتها عبر عقود من الزمن. أنا من مواليد 1952، اسمي رجب مل الرفيق، لدي 5 أبناء. استهوتني فكرة توثيق التاريخ عبر الصور منذ 10 سنوات وحتى الآن. حتى هذه اللحظة لا أستطيع إحصاء عدد الصور هنا، لكن لكل واحدة حكاية عن مكان معين بحد ذاته في السليمانية أو شخصيات عامة سواء كانت معروفة أم لا. الخال رجب كما يفضل أهالي السليمانية مناداته، عمل على توثيق آلاف اللحظات في تاريخ كردستان عبر صور نادرة جمعها على نفقته الخاصة للقيادات والثورات الكردستانية والشخصيات العامة والسياسية والفنية وحتى الرياضية، إضافة لجمع تحف تجسد العادات والفلكلور الكردي في محافظة السليمانية. أنواع وأشكال ملاية. لدي صور مختلفة عن المشايخ والقيادات الكردية والسياسيين والفنانين والرياضيين، كما أحتفظ بصور نادرة عن تاريخ كردستان. فمثلا لدي صورة للسيد مسعود بارزاني في مقتبل العمر عند زيارته لعبد الكريم قاسم في بغداد، كما أحتفظ بتحف قديمة عن عادات وتقاليد السليمانية. ويأمل الخال رجب الاهتمام الحكومي بشكل أكبر بهذه الهوايات والتي من شأنها مد جسور للتواصل الثقافي مع الآخرين. أحد الميزات الأساسية للتصوير أنه يوقف الزمن في مرحلة معينة، لكن ما يفعله العم رجب هنا عبر تسلسل هذه الصور يحكي قصة مدينة كمدينة السليمانية تشتهر بأصالتها وثقافتها على مر العقود. لقناة زاكروس تي في، شيار محمد، السليمانية.